انا تو كنت في المستشفى، حبيت اطلع على حاله على عين المكان. انت عنده بوان سيتو اون سول بوان سيتو، نجم انا وحدي نضرب روحي. انا الحاله نتاعو ما تستعيش السنه هذه الكل. اتصلت بالطبيبه المباشره، بون التقرير مش ناخذوه تو، ناخذوه غدوه ان شاء الله، ومش عم نتبعوا اجراءاتنا ومش نتبعوا حقنا الى وين يحبوا يصوم. ما يجيش هيا وتكو كما قال تو صابر المحمدي، ثم مقاربات اصعب من هكا. قيس الزواغي زعما مات، هذا ان بوان سيتو ما عنده حتى معنى. بارتي ريسبيرونس سيابي كيف كيف، وما بقى وقفتش البارتي هذي. اذا كان امور مبيته ما يحبوش ربي باجي انا اتقدم وسمها وتشيخ وتفرح مع ناس ومع جمهوره، والله حرام صدقوني ظلم. مش حجر وما ثمت ضرابش يا ودي، ثم فيلم، ثم مسرحيه، ثم شكون شاف من غير ما شكون نحكي شكون، ثم واحده قاروره نتاع دم محطوطه في السيسمه في الكاريته نتاعهم، وعمل ضرب راح وعمل شويه تامبوناج وكاوري تضربت وعمل فيها داخ. تي هو قام وقت يسعفوا فيه، هما الطبيب نتاع النادي الافريقي قام وقاعد يتسعف. جاوا قالوا له لا ارخد ارخد، وتليفونات كانت بعضها انه لا اجيبوا الامبلونس وخرجوه، وخرجت جوارات عملوا فيلم كامل. مش معقول نحبوا توا حقنا ونحبوا يتفتح معناها بحث بالحق بيتم معنا الكلمه ونحن ناخذوا حقنا كونهم بالباشي. هذا اللي قاعد يصير هذا مش معقول.